وأكثر ناس لازم يخاف منهم الإنسان تعرف أن أمي؟ أن أم. ولا تخاف من شيء بالدنيا ولا قوة تخوفك بالدنيا، الموت مكتوب، بس خاف إذا واحد بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعرف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. النبي بيقول يا ويل اللي بيكرب تلا هذول، الرسول بيقول يا ويل اللي بيكرب تلاهم، يا ويلو اليتيم والمرأة، لأنه أصلين ضلع كاسر، لأنه هذا لا حول إله ولا قوة إلا بالله، وهي لا حول إلها ولا قوة إلا بالله.